تعالوا نروح دلوقتي لإجابات حضراتكم على السوشيال ميديا على سؤالنا النهارده، وتوقعاتكم لإيه لمصر النهارده في مباراة غينيا بيساو. يوسف مساء الفل عليك يا ماما، مساء الفل عليك يا يوسف. أتوقع 3-1 لمنتخبنا، ويا ريت نبدأ ضاغطين وعندنا روح وإصرار وتركيز، لأن ده ماتش حياة أو موت. وبالتوفيق إن شاء الله للمنتخب، وتحياتي ليك يا ماما. شكرا جدا يا يوسف. ونروح لرمضان، فوز منتخبنا 2-0 إن شاء الله، إن شاء الله يا رمضان. احمد محمود مساء الفل عليك يا ماما، مساء الفل عليك يا احمد، دايما متالقه، بشكرك جدا. فوز منتخبنا 1-0 ان شاء الله. بشكركم جدا على تواصلكم معنا دايما، بس 1-0 دي قليل قوي، احنا ان شاء الله عايزين نكسب النهارده 3-0 4-0، عايزين ارقام عشان نفرح كلنا ان شاء الله. وكل التوفيق لمنتخبنا الوطني الغالي، متفائلين بلاعبتنا ان النهارده يقدروا يقدموا عرض كويس نكون كلنا فخورين بيهم، وكلنا لازم نكون متحمسين ونشجع بروح لحد اخر دقيقه وندعم منتخبنا الوطني ايا كان اللي بيحصل، احنا لازم ندعم منتخبنا. وان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا النهارده في مباراه غينيا بيساو.